في هذا المركز الصحي الوحيد بمديرية سباح بمحافظة أبين توجد الكثير من المعاناة التي لا يمكن وصفها جراء انعدام أبسط مقومات الصحة والخدمات الطبية، والتي بدورها فاقمت من معاناة المواطنين المرضى والقائمين عليه، خاصة في ظل انتشار الكثير من الأوبئة والأمراض. المركز هو المركز الوحيد في المديرية ويخدم حوالي 40,000 يعني من سكان المديرية ومع القرى المجاورة. نقدم خدمات متواصلة، نستقبل الحالات في أي وقت ليل ونهار. والأمراض طبعا الذي منتشرة في المديرية طبعا كأي منطقة في اليمن هناك وبائيات كثيرة نواجه هذه الأيام، أكثرها الإسهالات خاصة في الأطفال، يعني في أعداد كبيرة جدا، وتحصل أحيانا مضاعفات ويحتاج إلى ترغيد، ولكن ليس لدينا السعة الكاملة في المكان. وبالرغم من الجهود التي يبذلها القائمون هنا في هذا المركز الصحي، سواء على مستوى استقبال الحالات المرضية والعمل على معاينتها أو على مستوى فحصها، فإن مشكلة عدم توفر الدواء ونقص أسرة الرقود إضافة إلى نقص الكادر الطبي المؤهل، جميعها مشكلات تحد من عمل المركز بالشكل المطلوب، ناهيك عن صعوبة الطريق وانعدام الخدمات الصحية الخاصة بالتوليد. هناك نقص كبير في الكادر الطبي في مركز سباح، والتي تعتبر منطقة سباح من المناطق النائية التي هي بحاجة إلى تدخلات من مكتب الصحة أو من وزارة الصحة لتوفير الأطباء والأدوية وغير ذلك. فالمركز الصحي الذي يغطي حوالي 40,000 نسمة من سكان مدينة سباح يفتقد إلى أبسط المقومات الصحية، وهي كالكادر والمواد والأثاث وإلى آخر. فمدينة سباح تعتبر من المناطق النائية التي هي بحاجة إلى لفتة إنسانية من السلطات المحلية والمنظمات الدولية لتوفير الاحتياجات كالمياه والصحة والكهرباء والتعليم والطرقات. هكذا يبقى حال المواطنون هنا في مديرية سباح التابعة ليافع، فلا خدمات صحية ولا ماء ولا كهرباء ولا طريق، وأمراض ينتشر مداها طالما وصورة هكذا تبدو، ما يستدعي من الجهات المعنية بالمحافظة إعادة النظر إليها وتقديم كافة متطلبات المركز الصحي، ما لم فإن المنطقة ستشهد كارثة إنسانية وصحية وشيكة.